معنا اتصال محمد من الخرمة. نعم نعم الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. حياك. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله بخير. الله يجعل وجهك في الجنة. آمين الشيخ. حياك. في واحد أعطيته مبلغ يعني بسيط وراء عني مدة طويلة ولا ما أعطيته وأبغى يعطيني إياه. بعد مدة طال عمرك يعني واجهني في الشارع قال يا أخوي أنت لك عندي. قلت يا أخوي أنا والله ما أخذها. قال والله أنت أخذها. قلت والله ما أخذها. قال والله أنت أخذها. أنا حالف وهو يحالف. وبعدين طال عمرك أنا ما أخذها. لقاها هو وناديت العام البنغالي كان واقف جنبنا من حقنا البلدية وقلت خذ الدراهم. يعني أنا ما أخذها هو ما أخذها. هذا السؤال طال عمرك. نعم الدراهم اللي أمرت العامل يأخذها معناه أنك أنبته بأخذها. فأنت لو تركتها ما صار عليك شيء. أما الآن فتكفر عن يمينك. نعم.